استاذنك معلش يا كابتن سلاوي، هنرجع نكمل كلامنا عن معالي الوزير عامل فاروق، بس لازم نروح لارض الملعب ولقاء مهم طبعا مع مستر اجوستي بوش صاحب النهضه الاخيره في الفوز والمكسب 3 سنوات. فنشوف هنقول ايه. مستر اجوستي اتفضل يا جماعه. طيب يعني مستر اجوستي مش جاهز. طب طب طيب نروح نشوف مستر اجوستي بعد الفوز بيقول ايه وارجع لحضراتكم. سلا اتفضلي يا سلا، يعني اتفضلي، احنا منتظرين لقائك مع مستر اجوستي بوش. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب طبعا بحضرتك وبضيوفك الكرام وكابتننا طبعا في الاستوديو الكابتن طاهر رجب والكابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ببارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك فوز النادي الاهلي طبعا ببطوله دوري المرتبط لكره السله للمره الرابعه التوالي والمره الثالثه بالنسبه لمستر اوجستي بوش. يمكن معي في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت مستر اوجستي بوش. مستر اوجستي اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل and tell you congratulations for today's match and also achieving the Murtabit League Championship, the fourth time or the fourth year for Al Ahly, but the third year for Mr. Augusti in row. Congratulations. Thank you very much. Thank you for those congratulation messages. I want to thank to all of our players, especially also to the young, to the under 18 players who made our job very easy. And I want to send some message of support to family of Captain Al Amri Farouk. I wish the best. Hopefully we have a speedy recovery and we miss him here in the celebration. Hopefully he can be soon with us. طبعا كنت ببارك له يا كابتن هيثم على البطوله، ويمكن قلت له ان طبعا الرابعه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن بالنسبه له الثالثه. هو سعيد جدا طبعا بالفوز النهارده، بيبارك لجميع اللاعبين وبيبارك بالاخص للاعيبه الشباب في فريق المرتبط على ادائهم طبعا العالي وادائهم القوي اللي قدموه في بطوله المرتبط، ان هم يستحقوا طبعا ان هو يهنيهم. وكمان يمكن ذكر ان هو بيتمنى الشفاء لاسره العمري فاروق، طبعا ربنا يشفيه ويعافيه. يمكن يعني يوجه لهم يعني ان هو برضه طبعا بيهنيهم وبالتاكيد يعني بيقول لهم الف سلامه عليه. يمكن هم اكيد او هو كان بيقول ان هو احنا مفتقدينه النهارده في الاحتفاليه دي، زي ما متعودين دايما كنا بنشوف الكابتن او معالي العمري فاروق كان دايما بيكون متواجد في جميع الاحتفالات وفي جميع المباريات لكره السله. مستر اوجستي اولسو ليت مي اسك يو اباوت ذا بيرفورمانس اوف اول ذا بلايرز، هاو ديد يو سي ذا بيرفورمانس اوف ذا بلايرز ان توديز ماتش، ذا ماتش اولسو بيفور يسترداي، ذا بيرفورمانس اوف ذا فيرست تيم اند اولسو فور the Murtabit League. We saw a very great performance and a great match they did in today's match and also the match before. Well, talking about our team, about the first team, I think the performance we had in the first game, the way we started the game, like very focused, very playing tough defense, I think it marked the way that the series went. We had a solid lead and performed very well. And about the under 18, about the Murtabit, I think they played both games against a very tough competitor, against a good Sumoha team, are very, very strong mentally, because they were some moments they were not up in the scoreboard and they found a way to come back with effort, but with concentration and with good performance of most of the players. So I'm very happy for them. طبعا كنت برضه يا كابتن هيثم بساله على رايه في اداء جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم وكمان المباراه اللي فاتت، وبالنسبه برضه لفريق المرتبط. يمكن طبعا نتكلم على انه يعني كان منبه جدا على اللعيبه التركيز واللعب بجديه طبعا في مباراه اليوم نظرا عن النتيجه، وانه حتى لو الفريق المرتبط يعني كسب النتيجه مش هتفرق طبعا في فوز وتتويج النادي الاهلي ببطوله المرتبط، ولكن حذرهم او طبعا اتكلم معاهم في التركيز في المباراه، وطبعا اتكلم على الدفاع القوي والهجوم برضه اللي كان متواجد في المباراه، برضو اتكلم على مباراه المرتبط ويعني اشاد جدا باداء جميع لاعبي النادي الاهلي الشباب. يمكن طبعا كان عاجبه جدا اداء جميع لاعبي النادي الاهلي، واتكلم برضو على انه كان في كومباك بالنسبه لجميع لعيبه الشباب. شفنا طبعا الفرق كان كبير جدا بالنسبه لفريق سموحه وفريق النادي الاهلي، وقدروا يرجعوا طبعا في الاخر فريق المرتبط للمنافسه وللنتيجه وفازوا في جميع المباريات. مستر اوجستي، اي نو ذات يو لاف تو واتش ذا يونج بلايرز. You see that you want to watch the young players, how you see them watching in the matches. You saw today's Murtabit, the Murtabit team, how they played. What do you want to say to them, a message for them?
Well, basically, I'm following all the players because I feel the way I think that those players in short time period can have an opportunity in the first team. The door, I always say that the door to the first team is always open to the players who deserve it. And many times, I prefer bringing a young player from the young teams, like we had in this Mortabet, Ali Wahid, Karim Amr, and Belal, and many players who helped, Karim Hadem at the end, but also the under-18 players who will have soon in the next years some opportunities. Like I don't want to say names because they all perform at a high level. But of course, we think as a club that the young teams are important in order to feed the first team. You know, and I think we're doing a good job in the last 3 years. There was a good job also before, like the people who was in charge before did a good job. And I'm happy that somehow we find a way to bring these players up. Also a word for Al Ahly fan. As usual, congratulations and thanks for the support. One more time, I'm sorry that we don't have them here. We cannot have them, their support here in the stands because of the rules, which sometimes I don't understand, but those are the rules and we had to adjust. But we feel their support from the streets, from the social media. And I think our players feel this support too and feel pushed toward winning every championship. مستر طبعا اوجستي سالته عن مباراه المرتبط، انا قلت له دايما ان هو بيحب ان هو يتفرج او يتابع جميع لاعبي الشباب يا كابتن هيثم، واكد لي ان هو فعلا مهتم جدا بمتابعه جميع لاعبي الشباب في فريق المرتبط. اكد لي انه هم يعني ليهم اهميه كبيره جدا طبعا، لانه بعد كده مع مرور السنين والمواسم طبعا بنطلع لعيبه منهم يكونوا متواجدين في الفريق الاول. شايف ان هم ليهم دور مهم جدا في قطاع كره السله. كمان اتكلم على بعض اللعيبه زي كريم حاتم، علي وحيد، يمكن يتكلم على الكثير من اللاعبين ليهم دور مهم جدا في المرتبط. معجب جدا طبعا واشاد جدا بطريقه لعبهم في المباراه، ومؤمن جدا طبعا بموهبتهم. اتكلم برضو على اوجه رساله لجماهير النادي الاهلي اللي كان مفتقدهم النهارده، وطبعا يعني بتاسف لهم عدم تواجدهم النهارده. يمكن يعني قال لي ان هو ما يعرفش ايه الاسباب طبعا اللي متواجده او عدم وجودهم النهارده في المباراه، ولكن هو كان يتمنى جدا طبعا ان هم يكونوا متواجدين النهارده ويحتفل معاهم ببطوله دوري المرتبط. مستر Augusti, thank you so much. And as I told you before in Alexandria, I told you we're gonna win the Murtabit League. Thank you so much, and I wish you more and more championships this season. Thank you. Allah, thank you, and thanks for the support of Ahly TV and of all of France. Mabrouk. Thank you. Shukran. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع مستر أوغستي إبوشا المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو إكرام مليك. طبعا تفضل. سلا يعني بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم جدا سلا حامد، لقاء مهم مع مستر أوغستي إبوشا.